بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يصور تسجيلات التقوى الإسلامية أن تقدم لكم ضمن سلسلة محاضرات التقوى هذه المادة. ومن اهتدى بهداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت على موعد معكم لإتمام ما تبقى من سورة الغاشية، ولكن يا إخواني الكرام، جاءني أحد الإخوة بعد صلاة العصر وقال لي: الناس قد تأثروا بكلام الخطيب وذهبوا كل مذهب، لذلك أريد منك أن تبين كلمة يعني موجزة في هذه المسألة. يا إخواني الكرام، أنا الآن ممكن ندير درس خاص بهذا الشيء، لأن الأمور يا إخواني الكرام ليست بالسهلة، فالعصبيات هذه هي التي قضت على الإسلام، والناس كثير الآن لا يفهمون معنى العصبيات. ونحن إذا فهمنا الإسلام كما فهمه الرسول صلى الله عليه وسلم وفهمه الصحابة الكرام، والله الذي لا إله إلا هو سنرى رجالا قرآنيين ربانيين يمشون على هذه الأرض. ولكن يا إخواني الكرام، لما أصبح عندنا مفهوم الإسلام ضيقا، فلذلك ذهبت عقولنا مذاهب شتى. العصبيات هذه يا إخواني الكرام الذي لازلنا حتى الآن نسمع الكلام الكثير عنها، هذا عربي وهذا قبائلي وهذا كذا. يا إخواني الكرام، أنا كم مرة قلت لكم هذا الشيء ما كانش منه، وأنا إذا كنتم تثقون فيا فهذا والحمد لله، يعني فضل من الله، ما هوش من عندي أنني في هذا الشيء أنا متخصص في هذا الشيء، يعني هذه حرفتي. ولقد قرأت عدة كتب من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حتى العهدنا الآن. لما أكلمكم فإني والله لا أصدر إلا على علم حقيقي جازم، لا أجامل لا هذا ولا هذا. فهمنا كيف؟ هذا الناس يا إخواني الكرام الذين يريدون أن يحيون العصبيات ويحيون والعياذ بالله النعرات، فهؤلاء إنما يريدون أن يحدثوا زوبعة عظيمة وفجوة لا يعلم مداها وعمقها إلا الله تبارك وتعالى. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أقول لكم من جبالكم من الأول حتى التالي، فهمنا كيف؟ المهم تبعوني. الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات وهي غزوة بني المصطلق، والقصة صحيحة وموجودة في الصحيحين، أنهم الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر وغيره من الصحابة رسلوا غلمان لهم يستقون، رسلوا شباب صغار راحوا يسقوا الماء من البير. راح الشاب نتاع سيدنا عمر يملأ، مسكوا الشاب اللي هو نتاع أبي بن سلول رئيس المنافقين، قال له أنا نملى الأول، الآخر قال له أنا نملى الأول، لنا دراري قداشين صغار خدامين. المهم تنابشوا، الآخر واش قال؟ قال له يا للأنصار، والآخر قال له يا للمهاجرين. يعني الآخر عيط لابن عمه والآخر عيط لابن عمه، فهمنا؟ يعني هانا ولينا للنعرات اللي كنا قبل، يا ابن عمي والآخر قال يا ابن عمي، بينما في الإسلام عدنا احنا ابن عمي، المسلم هو ابن عمك في الإسلام، فهمنا كيف؟ والذي ليس بمسلم فليس بأخيك وليس بابن عمك، ولو كان مسجلا معك في دفتر العائلة كما تقولوا انتوما، ماشي خو. باش تفهموا يا إخواني الكرام، هذو النعرات راهم حيوهانا، وأنا قلت لكم من قديم الزمان أن هذه القضية من ورائها فرنسا، وقلت لكم وأنا مسؤول على كلامي أن فرنسا يعني أرصدت من المال لكي تبلبل الصف الإسلامي ما لم ترصده للدفاع في وزارة الدفاع. يعني وجدت واحد راس المال ممكن تاع وزارة الدفاع أقل منه.
باش راهي دايره ان الفتنه هنا والا حاجات حنا كما ماهيش تاع البارح ولا البارح. انا اذا تكلمنا على قضيه الاسلام ولا على قضيه القبائل ولا على قضيه الاسلام، تعرف شحال القضيه عندها؟ عندها 14 قرن ونص. واحد من 14 قرن ونص ويجي يخبش في القضيه تاع 14 قرن ونص وحنا مسلمين وجدودنا مسلمين، ويجي الان يحييها ويقول لك قبائل، وراه قبائل ورا العرب، احنا كنا مسلمين حاجه تاع 14 قرن ونص. راحت ان شاء الله الان انا راح نموت باش نتلاقاو بالرسول صلى الله عليه وسلم، ماشي نبداو نحياو القضيه تاع بكري. راحت الان 1400 سنه القضيه عندها، كيفاش واحد يحيي لنا قضيه تاع 1400 سنه؟ لذلك يا اخواني الكرام نجيبوا قضيه العصبيات كيفاش بدات. هذا حوص على ابن عمه وهذا حوص على ابن عمه، وانما بنو عمومتنا الحقيقيين هم المسلمين. مسلم راك وليد عمي، ماكش مسلم ولو تكون خويا، ولدت معي في بطن واحد ماكش خويا، هذا هو الاسلام. اذا ما كانش عندنا المفهوم هذا ماناش مسلمين حقيقيين. فهمنا كيف؟ لما عيط هذاك الانصاري قال يا للانصار، والاخر قال يا للمهاجرين، يا ابني عمي جروا لي، والاخر قال يا ابني. والرسول صلى الله عليه وسلم يسمع قال لهم معليش يلا روحوا انتم ابني عمو، والاخر روحوا ابني عمو، يلا نوضوا الحرب، يلا نشوفوا شكون يقتل صاحبه. غضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ابي دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم، ما زلتوا تتناداوا بالدعوه تاعي الجاهليه ولا راني معاكم؟ دعوها فإنها منتنة. خلوا هذه الدعوة راهي فايحة ماشي مليحة، الدعوة إلى العصبيات، الدعوة إلى النعرات، الدعوة إلى الزريعة والراسة كما تقولوا أنتم بالعرب العامية، هذه دعوة جاهلية. وإنما ندعو إلى الإسلام لأن ربي سبحانه قال ومن أحسن قولا ممن دعا لمن إلى الله، ما قاش ومن أحسن قولا ممن دعا لجدوده وابن عمه وفاميلته وجبدهم من العروق وجبدهم هذا ردف هذا، لا هذا بشر. ثم كيف؟ وإنما الذي كلمته مرفوعة عند الله ومقبولة عند الله هو الذي يدعو إلى الإسلام. فهمنا كيف؟ لذلك يا أخي الكريم وقلت لكم أنا في درس الجمعة، قلت لكم أنا أتحدى كل واحد يفهم ولا ما يفهمش يجيب لي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يفضل فيه العربية ويفضل فيه العرب. أنا أتحدى كل واحد والله اقسم بالله، وانا في مسجده الشريف ما فيش حديث واحد يفضل العرب، بينما كاين احاديث تقول لك ما كاش فضل بين العرب وبين غيرهم. اذن وشيخ الاسلام ابن تيمية قلت لكم يعني استطرد القول في هذه المسألة وتتبعها حديثا حديثا وفندها، قال الاحاديث كلها التي جاءت في فضل العربية وفي فضل العرب كلها احاديث اما ضعيفة واما موضوعة، يعني احاديث ما هيش صحيحة، بينما الاحاديث الصحيحة موجودة في الصحيحين. انا نقرأ لكم منها، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح اسمعوا لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ولا فضل لأحمر على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. يعني ما فيش مخير هذا عربي. العرب وشنا؟ أنا أقول لكم العرب وشنا؟ العرب قبل الإسلام وكل الناس قبل الإسلام، اسمعوا جيدا، العرب قبل الإسلام وغيرهم من الأمم قبل الإسلام، والذي أراد أن يقرأ التاريخ فليقرأ التاريخ، ونحن نصدر من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح، فقد ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله اطلع على أهل الدنيا فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هذا قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. سمعتوا؟ تبعوني مليح باش نحو باش تصدرون عن العلم، والعربي المسلم يرفع راسه والقبائلي المسلم يرفع راسه، لأن الإسلام هذا هو الصبيغة. إذا كان عربي بلا إسلام نرموه، قبائلي بلا إسلام نرموه. فهمنا كيف؟ الإسلام هو الصبيغة، كي تكون عربي وتسلم نور على نور، تكون قبائلي وتسلم نور على نور. أما ما كاش الإسلام ما نحتاجوش لا عربي ولا قبائلي، لأن العربي أبو جهل عربي في جهنم، أبو لهب ماشي عربي، عم الرسول صلى الله عليه وسلم. وراكم تقرأوا آية صغيرة، تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته عربية تالي أم جميل عربية كذلك في جيدها حبل من مسد. وعلى ما هوش عربي هو، نبعته العروبة
أبو لهب نفعت العروبة المجردة ولا ما نفعته؟ بدليل أنه أبو لهب وجهه يلهب بالنور وعم الرسول خبابه شقيق ولكن في جهنم. لماذا؟ لنعتز بالعروبة المجردة بدون إسلام. العروبة بدون إسلام صفر ما تنفعش، وكذلك البربرية ولا غيرها بدون إسلام ما تنفعش. إن الإسلام يا إخواني الكرام هو الصبغة، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. الصبغة يا إخواني الكرام كل معدن يتصبغ بالإسلام أهلا وسهلا به، ما نحوصلوش على زريعته واش يكون، فهمنا كيف؟ عندنا. لذلك يا إخواني الكرام أنا قلت لكم راني موجد الحمد لله، مجرد ما قال الأخانا عصرت دماغي في ديك اللحظة وجدت عدة أحاديث بدون كتب بدون شيء، كل شيء الحمد لله موجود، فهمنا كيف؟ حتى نفهمكم غير تبعوني باش تشوفوا المسألة كيف متسلسلة، حتى الإنسان يصدر عن علم وما يلزم حتى واحد يزيد يشوش عليكم، فهمنا كيف؟ لأن القضية ما هي سهلة وراهي جاية لواحد الأمر كبير. لذلك نحن لا نريد للصفوف الإسلامية أن تنشق، ولا نريد للصفوف الإسلامية أن تتبعثر أو تدخل فيها والعياذ بالله نعرات وطوائف ونبقاو بأسنا بيننا بدل ما يكون بأسنا على العدو، فهمنا كيف؟ إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا فضل لعربي على عجمي، ما كاش فضل على عربي على عجمي إلا بالتقوى. يعني إيش معنى التقوى؟ يعني اللي يبغي ربي بزاف، اللي جاء الإسلام ويبغي ربي بزاف، لكن اللي يبغيه ربي بزاف. وأنا قلت لكم يعني غير في حديث القبر، سؤال القبر لما يدخل الإنسان في قبره ويجوه الملكان ويسألونه الأسئلة الثلاثة المتفق عليها الذي يعني المفروض على كل مسلم أن يحضر لها جوابا وهو حي يرزق، كما رانا حيين يلزم نحضروا الجواب، ماهوش نكتبوه ونديروه في القبر ولا نسدوه كي نموتوا، وإنما يحضروا الإنسان في ذهنه وفي قلبه باش لما يسألوا الملائكة يجاوب. واش يقولوا له الملائكة منكر ونكير لما نحطوه في القبر ونجوا رايحين؟ واش يقولوا له؟ اسمعوا له، هل يقولوا له أنت وليد من؟ أنت وليد محمد ولا وليد أبو جهل؟ أنت حبشي ولا قراشي؟ كيما حنا نديرو؟ منينك من خاوتنا؟ فهمنا كيف؟ باش إلا كان من عمك تقربوا كان من جهة أخرى تحاوزوا وتسلوا الملف تاعو تحت الأرض، فهمنا كيف؟ بينما الملائكة يقولوا له من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ما يقولولوش لا أنت عربي ولا أنت قبيلي. وبعدين أنت كي تفتخر بالعروبة واش؟ والقبايل واش؟ تفتخر أنت بالسجعة والقبايل شجعان، تفتخر انت بالكرم القبائل كرامة، تفتخر انت بالنخوة القبائل لهم نخوة، باش تفتخر؟ ما عندك باش تفتخر. والإنسان يقرأ، أنا قريت التاريخ تاعهم وقريت تاريخ ابن خلدون، روما وما أدراك، سمعوا مليح. لذلك أنا نبغي من القبائل المسلمين يرفعوا رأسهم ويعتزوا، فهمت كيف؟ وكذلك المسلم العربي، العربي المسلم يرفع رأسه، فهمت كيف؟ كلكم ترفعوا رأسكم. لماذا؟ لأن الإسلام عزكم، فهمنا كيف؟ الإسلام اللي عزنا، ما عزنا ولو احنا كنا قبل الإسلام بهائم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ربي سبحانه قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم أمقت الدنيا كلها كرحة ربي في الحديث الصحيح، إن الله اطلع على أهل الأرض، يعني قبل الرسول، قبل ما يجي الرسول ربي اطلع على الأرض كلهم اكرههم، ما قتهم عربهم وعجمهم، اكره لا العرب ولا غير العرب، كلهم كرههم. علاش؟ لأن كلهم كانوا عايشين في جاهلية، كلهم كانوا عايشين في ظلمات بعضها فوق بعض. قال إلا بقايا من أهل الكتاب، غير بقايا تاع أهل الكتاب، يعني كانوا ناس رهبان يعبدون الله تبارك وتعالى حق عبادته في الكنائس وفي الصومعات، فهذو كانوا مجردين الذي ليه في دينهم، فهؤلاء لم يمقتهم، وإنما البقية كلها مقتها، فهمنا كيف؟ ولكن لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وبعث الرسول صلى الله عليه وسلم للناس كافة، للناس، وكان النبي من خواص الرسول صلى الله عليه وسلم التي رويت في الصحيحين أنه النبي كان يبعث إلى أمته خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. ربي بعث الرسول صلى الله عليه وسلم للناس جميعا، فأسعد الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأسعد الناس بالإسلام هو الرجل الذي يعتنق الإسلام، لا يكون عربي ولا يكون غير عربي. بدليل أبو لهب بعد عن الإسلام، صح؟ تبعوني ملا، أبو لهب عربي بعد عن الإسلام، أبو جهل عربي بعد عن الإسلام، أبي بن خلف عربي بعد عن الإسلام، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، صناديد قريش هربت عن الإسلام، جاء بلال الحبشي من الحبشة ما يعرف حتى يتكلم، وعبد أسود السباط ما عندوش، فهمنا كيف؟
أدخل في الإسلام أفرح بها الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله أكثر من رئيس الوزراء. بلال دار الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من رئيس الوزراء. ماذا أعطى له يا إخواني الكرام؟ أعطى له رتبة لم ينل أحد من الصحابة رتبة مثلها، وهو رفع أذان الله أكبر وطلع فوق الكعبة وأذن. وبدوا يقولوا كيفاش الإسلام تاع محمد هذا عبد كيما هذا وصيف يطلع فوق الكعبة ويأذن؟ هذه مصيبة كبيرة. وعلى ما طلش واحد من القرشيين أبيض وجهه ينور وطلع هذا الحال هذا؟ لأن ما كاش عندنا عصبية، ما كاش عندنا نعرات، ما عندناش حبشي قرشي، عندنا الإسلام. فمن كيف العرب إذا لم يعتنقوا الإسلام ففي جهنم، كما ذهب أبو لهب وأبو جهل وأمية بن خلف وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وكل الصناديد قريش الكفار المشركون ذهبوا إلى النار. بينما يجيك سلمان الفارسي من فارس، وتعرفوا فارس وين؟ كما راهي دروك الإيران. جاء هذا الرجل هذا يا إخواني الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاهد الإنسان المؤمن التقي النقي، قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال له قص القصة تاعك على الصحابة. وقصها على الصحابة وبدأوا يبكوا، هذا سلمان الفارسي وأنا أقصها لكم بإيجاز. هذا الصحابي الجليل فارسي لما جمع الحتة العربية. هذا الرجل هذا التاريخ نتاعه كان باباه مالك، تعرفوا من كان يحكم في قرية من القرى عظيمة في فارس، وقد أرصده أن يكون شيخ النار ويكون هو الذي يصدر عنه الناس ويأخذ يعني أحكامهم النارية من المعابد النيرانية اللي موجودة في الفرس، لأنهم كانوا يعبدون النار. الفرس كانوا يعبدون النار. النار هذه كل يوم شاعلة، كي يجي تطفي يزيد ويشعلها. شيخ النار هو الراهب الكبير، باباه دارو باش يكون هو شيخ النار، لان يصبح هو اكبر يعني الرهبان واكبر العباد. فهمنا؟ قال كنت كذلك مع الراهب جالس معاه يعلمني كيف نعبد وكيف كذا. قال ذات يوم خرجت في رحله نحوس، اسمع الرهبان في الكنائس، فذهب اليهم. ذهب للرهبان، هذو الرهبان يا اخوان الكرام كانوا في سالف الزمان كانوا فيهم خير. جلس معاهم عجبوا كلام وقالوا له انت وين كنت؟ قال لهم انا كنت هناك في النار وكذا، وانا اللي نقوم بالنار. قالوا لا، النار دين باطل، تعالى تعبد دين الله تبارك وتعالى الذي انزله على سيدنا عيسى. فجلس معهم واعجبه الامر. لما جاء عند باباه قال له وين كنت؟ توخر باباه وين كنت؟ قال له كنت مسكوا وربطوا في السلاسل. ربطوا قالوا ما زيش تروح لعندهم، يخسروا لك دينك كيما احنا رانا نديروا لك. انسان كي يتبع طريق مستقيم يقول له بابا ما زيش تروح لهذو، ما تروحش للجامعة يخسروا لك دين، خليه صلي في الدار ما تروحش ليهم. من هكيف قالوا ما تروحش وربطوا بالسلاسل. ذات يوم زاد قال الخدام هذاك سرح لي سلاسل نخرج غير نحوس شوية ونرجع، سرح له سلاسل راح ليهم. لما باباه شافوا باللي صحيح ناوي داروا في دار وغلق عليه ودار له خدام يجيب له الماكلة، سجنه. فهمنا؟ باش تشوفوا يا إخواني هذا الرجل العظيم، وما هوش عربي، فارسي ما عارفش يهضر العربية كامل. والقصة تاعو صحيحة، ما تقولوش راني نحاجي، أنا ما نحاجيش، وإنما أصدر عن علمي صحيح، واللي يبغى يبحث نقولوا له وين يروح، دليل موجود الحمد لله. المهم ذات يوم استدرج الحارس وقال له سرحني نرجع. قال له ترجع؟ قال له نرجع. سرحوا هرب ما ولاش، هرب راح للشام، قطع البحر ورجع العراق، ومن العراق راح للشام. الشام كانت معمرة آنذاك بالرهبان الطيبين. أجلس معاهم. لما يجي واحد منهم يموت يخدمه، لما يجي يموت يقول له أنا يا خلاص راح نموت، ولكن وكلك روح لفلان راجل طيب تريح تعبد معاه حتى يعني كذا، وهذا يوكلوا لهذا يرسلوا لهذا. وهو جالس يتردد على الرهبان اللي يجي يموت ويزيد يرسلوا لواحد آخر كبر منه وهكذا. حتى واحد النهار جاي يموت الشيخ تاعه كبير، قال له وين نروح الآن؟ أنت راح تموت والشام ما نعرفهاش. قال له شوف ما عندك الآن وين تروح؟ سمعته؟ قال له الآن ما عندك وين تروح؟ قال له ما بقاش في الأرض رجل طيب. قال له الآن هذا موعد بعث النبي آخر الزمان، ما عليك إلا تروح الآن لواحد المدينة فيها النخل راه جاي ليها، إذا مت هنا روح ما بقاش تزيد تدور في الشام خلاص.
روح للنبي ريح معاه وتكون اسعد الناس به. المهم لما مات الراجل اخرج سلمان الفارسي رضي الله عنه، لما خرج القى ناس من يهود وغيرهم جاءوا من يثرب، جاءوا من المدينه، قال لهم راكم رايحين المكان فيها نخل، قالوا له نعم، واش رايكم؟ قال لهم جاء واحد النبي كذا، قالوا ما عرفناش، ولكن راه في مكه، جاء ولكن راه في مكه، فرح هو، قال لهم واش رايكم؟ عندي غنيمات هذو نعطيهم لكم وتدوني توصلوني للمدينه، قالوا له ايه، سمعتوا؟ قلعت القافلة وجاء هو معه. وهذه قصة من أعظم القصص في الناس الذين هربوا إلى الله، وكيفاش ربي سبحانه كرمهم. والرسول صلى الله عليه وسلم من كثرة اللي فرح بالقصة هذه قال له انت يقصها على أصحابك، وجلس وقصها على الصحابة والصحابة يسمعوا. بعدما تفرس في الدين وبعد ما ولا يعرف العربية، لأن العربية بعد ما الإنسان ما تكونش مخلطة مجرد ما يدخل يتعلم بسرعة، كما احنا نروح لفرنسا 6 شهور الإنسان يتعلم بسرعة يولي يقرأ فرنسية يولي يهدر فرنساوية، ما فيها بس. المهم تكون الجو كله لغة عربية فصحى. مشاو بيه، مشات القافلة، هما وصلوا للمدينة، قريب للمدينة، هما نظروا ليه اليهود غدارين معروفين وعارفين باللي جاي يسلم، قالوا له اسمع، لو نلحقوا للمدينة وتقول باللي أنا إنسان حر نقتلوك، قول أنا عبد مصير يبيعوا ويشروا، لحقوا للمدينة داوه للسوق باعوا الراجل، باعوا، لأن كان في ذاك الوقت الناس يتباعوا ويتشروا عبيد، باعوا شراه يهودي راه يخدم به يحرف به يسقم له النخال يحرف له على النخال يسقي له وهكذا. المهم وهو راه يترصد راه يترصد، قال واحد النهار انا فوق النخله نصلح في النخله يعبر فيها كما تقولوا انتم يذكر فيها. قال واذا سيد اللي هو يهودي مع يهودي واحد اخر يذكروا، قال تحت النخله قرم يهضروا، قال له اليهودي صاحبه، قال له راه جا ابن عمهم، راه جا من محمد، راه جا من مكه ودخل المدينه فرحين به. الاخر انتقم من النخله قال له ها وشنو؟ قال له اسكت انت دخلك في هالشيء اخدم واسكت. سكت ولكن فرح باللي القضيه وصلتها وجا محمد صلى الله عليه وسلم. قال لما جاء قال انا ما نعرفوش، ولكن قال انا يا الرهيب هذا، قال له انت يا راك رايح، قال له نظرك نروح للبلاد اللي قال يقول لك هذا نبي نروح نسلم عليه، كيفاش نعرف وانا ما نعرف هذه بلاد غريبه، وين نعرف انا النبي باللي ماهوش نبي؟ لان بعض الناس كانوا يجوا لعند ابو بكر يقولوا انت هو، لا مانيش هو هذا من كيف؟ قال له قول لي باش نعرفه، قال له انا نعطيك 3 علامات تعرف باللي هو نبي، كي تعرفه باللي بالعلامات هذه نبي خلاص اعتنق معاه الاسلام وجلس معاه، فانت اسعد الناس به. وشنو من العلامات هذه يا اخواني الكرام؟ موجودين في صحيح البخاري وموجودين حتى في كتب اليهود والنصارى، علامات النبوه. فهمنا؟ موجودين في الكتب تاع اليهود والنصارى، لان هذا النصراني الرهيب هذا قراهم وقال سلمان الفارسي انا نعطيك علامات النبوه احفظها في راسك وروح ودير له امتحان وشوف اذا لقيت فيه 3 علامات هذه عرف بلي هو النبي والا ماهوش نبي. عطانوا العلامات الثلاثه، قالوا اولا هذا الرجل ما ياكلش الصدقه، كي تصدق عليه تقول له هذه صدقه ما ياكلهاش. فهمنا كيف؟ كي تقول له هذه هديه ياكلها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما تجيب له صدقه ما ياكلهاش، لما تقول له يا رسول الله هذه هديه ياكلها. فهمنا كيف؟ قال له او هذو زوج حوايج، ما ياكلش الصدقه ياكل الهديه. قال له الحاجه الثالثه بين كتفيه، قال له خاتم النبوه، وخاتم النبوه هذا ثبتوا عليه العلماء وشافوه الصحابه ونقلوه انه تواترا موجود في الحديث الصحيح انه الرسول صلى الله عليه وسلم اللحم بتاعه ابيض مشرب بالحمره. الرسول صلى الله عليه وسلم لحمه ابيض ومايل للحموره. فهمنا كيف؟ وهذا الخاتم هذا جاي كيشغل البيضه جايه في بين كتافه ونايض فيها شعارات كي البيضه نتاع الحمام ولا نتاع الحجن، ولكن كحله هكذا ونايضه فيها شعارات في بين كتافه، هذا خاتم تاع النبوه. المهم هو فرح سلمان الفارسي عنده الان التجربه كيفاش يجربوا، ثانيا عرف باللي راه جا لنا اليهود راهم يهضروا. راح قال روح ندير له امتحان، ادى واحد الكموسه تاع تمر والذهب. راح ليه لقى الناس جالسين معاه، قال له هذه يا رسول الله يا محمد، قال له هذه
صدقة صدق بها كذا كلها. فانطرها الرسول صلى الله عليه وسلم بين يديه وقال لأصحابه كلوا كلوا منها، وهو ما مساش ما كلاش. قال سلمان الفارسي هذه واحدة أو فهم فهمنا وتبعونا يا إخواني الكرام باش تشوفوا هذا الإنسان باش نالها، هل هو عربي ما هوش عربي، هل هو وليد الرسول عم الرسول عايش في مكة عايش في المدينة، جاء بعيد جاء من فارس من إيران لما كانت إيران زينة ماشي كما درك راهم كلهم شيعة والعياذ بالله. المهم جلس أيامات وكان ذكي سلمان الفارسي هذا كان ذكي كبير، جلس أيام وجاب له واحد الحبات أحسن من الحبات تاع الصدقة، جاب له حبات زينين ومنقيين وقال له يا محمد قال له هذه اصطفيتها من نخل لي فهي هدية لك، قال له هذه خيرتها مليحة راهي هدية ليك. انثرها الرسول بين يديه وقال بسم الله وقال أصحابه كلهم قال هذه زوج فهمنا، ولا يتردد على الرسول درك الثالثة كيفاش يقول له نحي الحوايج نشوف حال كيفاش يدير، ولا كل يوم يدور يدور باش يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم يعني عاد على جسده الشريف باش يشوف ما استطاعش. والرسول صلى الله عليه وسلم أذكى الناس على الإطلاق، لما شافوا يتردد كل يوم ذات يوم وصل الرسول صلى الله عليه وسلم هكذا كأنه يعني بغى يصلح الريدة تاعه، وبعدين عرى على كتفه الشريف وإذا الرجل شاف الخاتم، لما شاف الخاتم لم يتمالك نفسه من الحب ومن الإيمان فسقط على الخاتم يقبل ويبكي. هذا الرجل طاح فوق الخاتم هذاك يقبل ويبكي، لما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا عليك واش بيك، قال له هاي قستي هاي قستي، قال له هاي قستي كيفاش كذا وكذا، والآن قال له راني باعوني راني نتباعون التجارة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لما عرف قصته قال له احكي قصتك لإخوانك، احكاها لهم وبكاهم صحابة بكاو من هذا القصة. هذا الرجل اللي كان وليد مالك، تعرف وليد مالك وشنو ما هو بسال حتى يولي تمارة هذه كامل يدفعها وفي نفس الوقت يبيعوه في السوق ويولي مملوك عند اليهود وما اليهود يتحكموا فيه. قال له المهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال له روح كاتب ونحن نساعدك، روح لهذا اليهودي بن على اللي راه شريك قل له كاتب لي، كانت المكاتبة يعني العبد يروح لسيده يقول له دير معايا شرط شحال نجيب لك فلوس وسلحني روح في سبيل الله. فهمنا كيف راح ليه قال له كاتبني، لما شافوا باللي سلم شرط فيه شرط كبير، شرط بتاع اليهود عبد الله، قال له أجيب لي كذا مثقال تاع الذهب كوم تاع الذهب عراق وتغرس لي 500 نخلة أو 300 يعني القصة راه بيني وبينها حوالي 12 سنة ولا 14 سنة من اللي قريت القصة هذه. قال له تغرس لي حوالي 300 نخلة أو 500 نخلة واللي تغرسها وتموت زيد دير واحدة جديدة بلاصتها حتى ينوضوا ويفرقوا ويكبروا ونعرفهم باللي حياوا وسجاو وسرحتوا لي في ساتروح وين بغيت. جاء للرسول صلى الله عليه وسلم يبكي قال له يا رسول الله هذا اليهودي راه شرط فيا شرط يعني اثقلني ما استطعتش نعديه. قال له معليش اقبل روح وقول له نقبل. راح وقال له قبلت الشرط هذا وين درت هذا الشرط سرح لي، قال له سرح. شوفوا العظمة نتاع الرسول والعظمة نتاع الإسلام والعظمة نتاع الأخوة الإسلامية التي أرادت والعياذ بالله أن تفقد بين ظهرانينا وأرادت أن تفقد بين صفوفنا. أنا نعطيكم باش تشوفوا الأخوة تاع الإسلام اللي ما يجيبش يصورها حتى الإنسان لما يعيش خاوة في داره ماشي هكذا، لنا خاوة في داره متنافرين ومتضاربين وما يتحاضروش على من على التراب على السيارات على العقارات أشياء اللي ما عندهاش معنى، على الدين ما كاينش، اللي راه متخاصمين على الدين ما كاش غير راه متخاصمين على الدنيا، بينما الصحابة إذا كانوا يتخاصموا كانوا يتخاصموا على الدين. لما قالوا أني قبلت إذا جبت لك هذا الشيء تسرح لي، قالوا سرح. الرسول صلى الله عليه وسلم كلم كلمة واحدة واش قال له، قال له قال لهم أعينوا أخاكم عاونوا أخوكم، لأن سلمان الفارسي لما سلم خوهم وخونا رضي الله عنه راحوا لهذاك الجنان بتاع اليهود هذاك بتاع اليهودي كل واحد يحفر من جهه ضربوا منا جازهم جالي من يحفروا له 500 حفرة أو 300 حفرة فهمنا، كل واحد منهم راح جاب غرس
اللي جاب واحده واللي جاب زوج واللي جاب ثلاثه. قال لما الرسول صلى الله عليه وسلم ما تغرسوش حتى نجي. جيبوا الغرس حفروا حفر وجيبوا الغرس. وما راحش باش تشوفوا العظمه تاع الاسلام وما راحش نبي الاسلام ما راحش اليهودي هذا. قالوا علاش تشرط في هذا الراجل الضعيف هذا المسلم الاسلام تشرط فيه الشرط هذا وتهلكوا يا عدو الله والدوله الاسلاميه موجوده ويضربوا ويقتلوا كيما نديروا حنايا. خليه على هواه خليه على هواه. قال لهم حفروا حفر وجيبوا الفسائل ولكن ما تغرسوش. الرسول صلى الله عليه وسلم قال وردوا عليها التراب غدوه من ذاك عشاء تكون مشعشعه. طلعت ولا واحده ما يتلج. البركه الحقيقيه ماشي بركه سيدو فلان ولا سيدو فلان. البركه الحقيقيه في الرسول صلى الله عليه وسلم موجوده. نابت الخل كله نار شعشع. اليهودي تعجب هو بغى يدير له شرط باش يعزو باش ما ينجمش يبقى خدام عنده لانه شافوا ولد ذكي وشافوا ولد صحيح وناشط بغى يحرق عليه خليه خدام عنده طول الابد. قال له يلا زيد جيب لي المثاقل تاع الذهب اللي قلنا عليها وروح. قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم عاونوا اخوكم. فهمنا. قال سلمان الفارسي قال جاب واحد من الصحابه قال قطعة من الذهب مثل بيضة الحمامة كيما البيضة تاع الحمامة. قال قلت أنا ما تغني عني هذه يا رسول الله هذه واش دير لي أنا بيضة تاع الحمامة الرجل يقول لك عرام كبير ما تكفينيش هذه. والرسول صلى الله عليه وسلم خزر يمنة يسرى كاش واحد يزيد يجيب حتى واحد ما عنده. هذاك الرجل عنده شوية تاع الذهب قد البيضة تاع الحمامة جابه هذاك ما كان. حط الرسول صلى الله عليه وسلم وحط يده الشريفة المباركة فوقها وبدأ يدعو ويتكبر تكبر تكبر حتى انتفخت ولاد كما قال اليهودي وكثر. قال له الدين لليهودي يبغي الذهب اديله الدين اليهودي وارواح اداها لحال اليهودي. قال له راني حر. قال له راك حر. جاء الإسلام جاء فأصبح ابن الإسلام. واش كان يقول اسمعوا مليح يا الناس اللي راكم اللي راهم ضايعين ويفتخروا بعروبة ولا يفتخروا ببربرية. نحن لا نفتخر إلا بالإسلام. فالذي ليس عنده إسلام مرفوع ولو كان جسده من ذهب. فهمتوا؟ ولو كان يمشي على الذهب ما ناش قابلينه وربي ما هوش قابله. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. اللي يحب حاجة غير الإسلام ما هيش مقبولة منه. هذا الرجل هذا قلت لكم ونعاود ليس بعربي ولكن نال شرفا وتكريما لم يناله حتى الصحابة العرب لم ينالوه. لماذا؟ لأنه بقدر الإخلاص التعقد لما ولى للإسلام وجل الإسلام. واش كان يقول لهم؟ يقول لهم في الشعر انتهى حتى ولا يتكلم الشعر لأن العربية كانت فصيحة لم تدخلها عجمة ولم تشوبها شائبة من العامية وغيرها ومن اللحن. كان الناس مجرد ما يعيشوا بالسليقة يستطيعوا يتكلموا بالعربية الفصحى. قال لهم أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخر الناس بقيس أو تميم. إذا واحد يفتخر يقول أنا من بني تميم واحد يقول أنا من بني قيس الآخر يقول أنا من بني هاشم. قال أنا أقول باب الإسلام. قلنا كيف لينا بابا يعبد النار؟ يقولهم بابا فلان يقول انت يعبد النار وفعلا بابا كان يعبد النار. قال لما انا بابا الاسلام. قال يغلبهم الصحابه يغلبهم. قال واحد يقول انا بابا فلان شكون بابا خوف النار. لان الصحابي ذاك لما جاء قالوا يا رسول الله وين بابا؟ قالوا باباك في النار لانه ماتش مشرك مات جاهل عربي ولكن مات جاهل. قالوا باباك في النار. غضب هذاك الصحابي وراح قال له اروح غضب بابا وباباك في النار يلا روح. بابة الرسول ماشي عربي وقريشي ومن بني هاشم ومن سلطنة الكعبة اللي كانوا يتحكموا في الكعبة يدخلوا الناس ويخرجوا ولكن وين راه؟ قال الرسول وفنا. لذلك العروبة المجردة ما تنفعش. قلت لكم الصبغة صبغة الإسلام اللي يسبق بالإسلام خلاص ما نحوصوش على الراسة بتاعه. أنا قلت لكم الراسة نحوصوا عليها في الدبايب في البقر وفي الغنم وفي حاجة قول هذه كونتواز وهذه عربية وهذه كروازي. فهمنا؟ بينما في البشر المسلم
ليصبغ صبغة إسلامية حقيقية فذلك أخونا له ما لنا وعليه ما علينا. هكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم. أما ولينا نحوسوا على العربة واحد يقول أنا عربي الأخر يقول مقبل يا الله أنا تشقينا قولوا إحنا إسلام فهمنا كيف واللي تفتخر بها أنت يا عنده هو ما يفتخر بها فهمنا كيف. هل ما جاء سيدنا سلمان الفارسي هذا رضي الله تعالى عنه والرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق اللي هي أعظم غزوة مرت على التاريخ الإسلامي بعد غزوة بدر في المحن وفي الشدائد وفي المصائب جاءوا الأحزاب كلهم تراكموا على المدينة كفار ومشركون وهمج ويهود وغيرهم وجاءوا كامل أرادوا أن يكتسحوا المدينة وأن ينتزعوا بيضتها وأن يستحلوا كل ما فيها هجموا هجوم كبير. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأتي الوحي عرف باللي راهم جايين وبدأ يتكلم مع الصحابة واش رايكم واش نديروا هذو ناس راهم جايين ماشي قريش وحده ولا غطفان ولا بني قريظه ولا بني قينقاع هذه قبائل مختلفه هذه ناس من كل مكان جات متنادي علينا نام يتهلكنا. واش قالوا سلمان سكتوا الناس ماشي مجربين الحروب الكبرى ولكن سلمان الفارسي كان باباه شيخ قبيله وكان مليك يعني يمشي بالحروب ويعرف قالوا يا رسول الله نحن لما كنا في بلادنا فإذا خذنا على أنفسنا من العدو قالوا خندقنا على أنفسنا قالوا احنا لما كنا في بلادنا ونخافوا على أنفسنا العدو نحفروا حفر كبار وندوروها بالمدينة نتاعنا يجي العدو يلقى هذوك الحفرة كبيرة ما يجيبش ينكز يرجع. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له نعم الرعي قال لهم يلا نحفروا ما يقولوش انت يا منين جيت واللي تعطينا الراي جاب راي زين لذلك باش تشوفوا احنا وين والاسلام وين احنا رانا رايحين ضايعين غير لك الرب ردنا للطريق المستقيم ولذلك نطلب من الله تبارك وتعالى ان يردنا اليه ردا حسنا والى الاسلام راه مشرق ونحن مغربون. لما قالوا الكلام هذاك القاها كلام زين وكلام صحيح قال الرسول صلى الله عليه وسلم يلا حفروا كل جماعة قال لهم عندكم اللي عندهم مثلا خمسة مترات والاخرين عشرة والاخرين كذا يحفروا والعرض اربع مترات والغمق زوج مترات باش تشوف الرسول واش تعب. الخندق هذا كان العرض بتاعه اربع مترات وانا رحت المكان بتاعه وين يعني كامل دور كبير بين الجبال وبين السهول وين تحفر وين كاين الجبل مع الجبل ما يحفروش وين كاين السهل يحفر الجبل يعني خلاص هو اللي يرد لأن الخيمة تجيش تطلع الجبال فوق وتنزل همنا كيف بينما في السهول يحفروا ويلاقوا جبل مع الجبل بحفر 400 طول وزوج مترات غمق باش إذا الفارس هذا جا يجري باش يقطع ما يجيبش يقطع لأن الخيل مهما كانت يعني ذات فروسية وذات إضمار ما تستطيعش تتعدى مسافة انت 400 كي تنكس تطيح الداخل وأكذاك وبعض الفرسان سجعان من قريش نكزوا دخلوا واحد الأماكن الفللة ونكزوا ودخلوا ولكن كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لهم بالمرصاد من جملتهم علي بن أبي طالب ومن جملتهم الزبير بن عوام رضي الله تعالى عنه ضرب فارس من الفرسان ضربوا قطعوا على زوج ولحقت الظهر تاع العود زاد جرح له العود تاعه قطعوا على زوج وجرح له العود إن الزبير بن عوام كان يحسبه سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بألف فارس ألف فارس يساويها سيدنا الزبير رضي الله تعالى عنه. إذن يا إخواني الكرام أحفر الرسول صلى الله عليه وسلم الخندق لما أحفر الخندق أجلس هو وأصحابه الداخل جاءوا المشركين خزروا في الخندق حاروا قالوا هذه خطة ما كان العرب يعرفونها قالوا هذه الحرفة والله ما كانوا يعرفوا العرب مين جات من الحكمة جانا مسلم جديد خونا مرحبا به أعطانا فكرة تنفع الإسلام نخدموا بها فهمنا كيف؟ لذلك هما لما جاءوا قالوا هذه الحرفة ما كناش نعرفوها. هذه منين جات؟ جات من عند سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. فارسي ماهوش عربي باش تشوفوا يا اللي راكم تفتخروا بالعروبة نحن لا نفتخر إلا بالإسلام. فهمنا كيف؟ إذن يا إخواني الكرام هذا الرجل العظيم هذا اللي قال عليه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لهم يعني قال لهم لو كان الدين بالثريا لو كان الإيمان بالثريا لو كان العلم بالثريا لناله رجال من أهل فارس من هؤلاء مثل سلمان الفارسي. وفعلا سلمان الفارسي كيف تعب على الإسلام بعض الصحابة ما تعبش مثل التعب بتاعه ولذلك ثبت في الحديث الصحيح أن سلمان الفارسي كان جالس سلمان الفارسي سمعوا مليح
وبلال الحبشي، وعندنا صاحبي واحد اخر رومي من الروم، صهيب الرومي. فهمنا؟ صهيب الرومي. هذو ثلاث صحابه ما همش عرب، ما همش عرب، ولكن الشرف الذي نالوه والعظمه التي نالوها لم ينالها بقيه العرب. فهمنا كيف؟ لذلك يا اخواني الكرام افتخروا بالاسلام، ولا نفتخر بالاعراق، ولا نفتخر بالانساب، فالانساب لا تقربنا اما لا تقربنا الى الله بل تبعدنا منه. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قبل هذه نتكلم على حاجه اخرى قبلها، ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اسمعوا لي يا فاطمه بنت محمد اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا، يا بنتي خدمي انا ما ندير لك والو. فهمنا؟ يا صفيه يا عمه رسول الله اعملي فاني لا اغني عنك من الله شيئا، يا عمتي خدمي انا ما ندير لك والو. ما يقولهاش راه هنا يا راه هنا وليد خوك ولا وليد اختك، خاطئ، اضربيها بنعسه. قال له نوضي تخدمي انا ما ندير لك والو. يا عباس يا عم رسول الله اعمل فاني لا اغني عنك من الله شيئا. عباس عمه شيخ قريش، هو اكبر الناس سنا، وهو العم اللي كان يبغيه الرسول صلى الله عليه وسلم كثير، لانه كان هو الكبير في عمومه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحترمه ويقدره تقديرا عظيما. قال له يا عمي اخدم، اخدم يا عمي، ما تقولش غدوه يوم القيامه انا يا وليد خويا محمد، وراه محمد يعني هاني هنا انا عمك او انا ما كاش، هذيك عندنا حنايا او عمك هنا تعالى عمي منا ما كايناش. يا عباس يا عم رسول الله اعمل فاني لا اغني عنك من الله شيء، يا عمي يخدم انا ما ندير لك والو عند ربي. بعدين يزيد يجمعهم، يا بني هاشم يا بني عبد المطلب يا بني عبد مناف اعملوا فاني لا اغني عنكم من الله شيئا. اسمعوا سمعوا واش يقول لهم، لا ياتوني الناس يوم القيامه باعمالهم وتاتون بانسابكم وتقولون رسول الله منا. قال لهم بالك تطمعوا يوم القيامه الناس يجيبوا الخدمه تاعهم والحسنات وانتم تقولوا وليد يا اخي احنا يا ابني عم محمد يا اخو وليدنا ما كاش هذيك. قال لهم بالك يوم القيامه الناس يجيبوا اعمالهم وانتم تجيبوا النسب تاعكم بلي انا وليد فلان، كيما راهم بعض الناس ناعسين برقه دارك راه فوق راه وغارق في الشراب وفي الخمر وفي الفسق، يقول لك احنا مولاد سيدي فلان، وليدك ولاد سيدي فلان هذا شكونه؟ اذا كان الرسول قال بنته خدمي وجابت له يديها مشقوقين برها، وقال يا بنتي خدمي عندك اجر لما تخدمي على وليداتك وترحي وطيبي وتخبزي وتعجني، والا بنت محمد صلى الله عليه وسلم نجعل لها صريه بين السماء وبين الارض نقولوا قليل. ولكن قال خدمي ارحي يا بنتي وعجني وخبزي وطيبي باش تنالي الاجر، تخدمي وليداتك وتخدمي راجلك والعشيات تتعبي تنعسي وتنوضي بكري تعبدي ربك سبحانه. ما قالاش يا بنتي خاطئ نجيب لك 100 وصفه وصفه يخدموا كما رانا نديروا حنايا، لا يا اخواني الكرام. لذلك يا بني هاشم يا بني عبد المطلب يا بني عبد المناف لا ياتوني الناس يوم القيامه باعمالهم وتاتون بانسابكم وتقولون رسول الله منا. رسول الله ماشي منكم واحدكم، رسول الله نتاع كل مسلم يشفع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، كل مؤمن يشفع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يشفع في العرب خاصة ولا يشفع في العجم خاصة، وإنما بعث لكل مسلم مؤمنين. الرسول صلى الله عليه وسلم بعث ربي للناس كلهم، وأسعد الناس به هم الذين اعتنقوا الإسلام وآمنوا به واتبعوا، هذو هما اللي يبغيهم ربي وهذو هما اللي ينالوا الفضل الكبير يوم القيامة. أما يجي طبع بصدر يقول لما أنا عربي أبو جهل عربي، روح مع أبو جهل تربح يالله روح بالعربة تاعك. من كيف؟ وإنما الإسلام من ربه وما دينه ومن نبيه. لذلك يا إخواني الكرام أنا أريد من القضية هذه أن تنسى من التاريخ، لأن المسألة مر عليها ما يزيد على 14 قرن، كيف نحييها من جديد؟ وبعدين إذا حييناها فقد أحيينا عصبيات وقد أحيينا نزاعات عرقية راهي تعرف في جنوب في جنوب في جنوب أفريقيا. الراسيزم راهي في جنوب أفريقيا، احنا ما عندناش الراسيزم، ما عندناش العنصرية، الإسلام اللي قال لا إله إلا محمد رسول الله واعترف بها وآمن بها وعمل بمضمونها فهو خونا، ما نحوصلوش على ذريعته واش يكون؟ لأن ربي يوم القيامة ما يسألناش على الذريعة، والله لا يسألنا ربي سبحانه على الذريعة، لذلك انتبهوا، فهمنا كيف؟ ما يسألناش ربي على الذريعة، وما يسألناش على ألواننا، ولا أنت طويل، ولا أنت قصير، ولا أنت كحل، ولا أنت أبيض، ولا أنت قرشي، ولا أنت حبشي، وإنما من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه اللي يسألنا عليها، لذلك هذه اللي خصنا نخدموا بها، أما على ذريعتك شكون أنت؟ ما كايناش.
لا تفتخر انت بعروبة ولا يفتخر ثاني ببربرية. وهكذا يا اخواني الكرام، الصحابة الثلاثة ما كانوش عرب في بداية الامر، في بداية الإسلام، ولكن بعد الصحابة جاءونا ناس أجلاء علماء أفاضل فقهاء وليسوا بعرب. وزيد نقول لكم، أعظم الناس الذين خدموا الإسلام خدمة جليلة عظيمة والله ما همش عرب، كلهم عجم. الأئمة الأربعة هم اللي فقهاء الأربعة اللي متفقين عليهم باللي عرب، والباقي الإمام مالك، إمام أبو حنيفة، إمام أحمد، إمام الشافعي، هذو أربعة هم اللي متفقين باللي عرب، والباقي اللي تجيبوا لي كله عجم ماهوش عربي. وخدم الإسلام خدمة والله ما يخدمها واحد. يكفيكم البخاري عربي، البخاري الذي نقرأ كتابه، وإذا الإنسان أقسم كما قال العلماء، إذا أقسم بالثلاث أنه هذا الكتاب كله صحيح فهو صادق. إذا قلنا والله 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 ثلاث خطأ، يا صحيح البخاري كله صحيح، ما نش كذابين. أصدق كتاب بعد كتاب الله هو صحيح البخاري. البخاري هذا شكون؟ هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بارديزبع، فهمنا؟ محمد هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بارديزبا. بارديزبا شكونه؟ يعني الفلاح، يعني الفلاح في اللغة الفارسية، كان مجوسيا، جده الرابع مجوسي عبد النار البخاري، جده الرابع مجوسي. ولكن هل يضر ذلك أن جده الرابع مجوسي؟ ما يهم، هو جاء الإسلام خلاص، لا يسأل عن أجداده ولا يسأل عن أبائه، كل واحد جاء الإسلام مرحبا به واعتنق الإسلام وعمل به. وإنما كما رأى بعض الناس يدخل الإسلام كما واحد النهار حاجني واحد هنايا في الجامع وقال لي انت يا قلت لي قل لا إله إلا محمد رسول الله، راه أخونا وراه مسلم، وكيفاش الشعار بتقولوا باللي ماهوش مسلمين؟ أنا نقول يا أخي العزيز، قلت له أنا قلت لك التفصيل، ما قلت لكش لا إله إلا الله برك، يزم يعمل بمضمون لا إله إلا الله، وإلا أبي بن سلول قال لا إله إلا محمد رسول الله. رئيس المنافقين كان يقول لا إله إلا محمد رسول الله، ولكن هل تنفعه يوم القيامة؟ والله ما تنفعه، بل هو في الدرك الأسفل من النار، هو الأخران تحت النار كلهم الناس يحب تشوفين، فهمنا؟ لذلك انتبهوا يا إخواني الكرام من هذه المسألة. فهؤلاء الصحابة الثلاثة اللي هما صهيب الرومي من الروم، وجاء الإسلام وسلم ودخل واصبح أخونا له ما لنا وعليه ما علينا، بلال الحبشي مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة، لم ينال هذه المرتبة، لم ينالها عربي من العرب، حتى عربي ما ادهاش، كون ده حبشي اللي هو بلال رضي الله تعالى، كان يمشي بالحفام وكثرة الصباط ما عندوش، فهمنا كيف؟ وبعدين حتى تشوفوا الإسلام والعظمة نتاع الإسلام، لما جاء يتزوج ما يقولوش روح يا وصيف لك حال شكون يزوجك أنت، فهمنا كيف؟ تزوج من مرأة قرشية ذات حسب ونسب، وهي أخت عبد الرحمن بن عوف أحد المعبشرين العشرة المبشرين بالجنة، تزوجها. ولما كان في الشام وهو يحتضر جاء يموت وهي جالسة عنده، تقول يا بلالا يا حبيبا يا كذا، بدأت تبكي، قال لا تبكي لا تبكي علي، بل قولي يا فرحتا غدا ألاقي الأحبة محمدا وصحبه. قال فرحي، غد وراني رايح الموت ونتلقى مع محمد صلى الله عليه وسلم مع الصحابة الكرام اللي كنت عايش معهم، روح خليني من الدنيا هذه. حباشي كيفاش يروح يتلقى بهم؟ ولكن حباشي وجهك حال والقلب بتاعه أشد بياضا من اللبن وأشد بياضا من العاج من كثرة الإيمان والتقوى. وإنما الوجه هذا واحد أعطاه له ربي كحال، واحد بياض، واحد أزرق، واحد أصفر، كل واحد كيفا، فهمنا كيف؟ ولكن موش معنى اللي أعطاه له بياض يبغيه واللي أعطاه له كحال يكرهه، هذه في مذهبنا احنا، وإلا ربي سبحانه له في خلقه شؤون، ومن آياته اختلاف ألوانكم ألسنتكم وألوانكم، يعني من الآيات الدالة على عظمة ربي سبحانه أنه خلقنا الإنسان مختلف، خلقنا البشرة مختلفة، اختلنا مثل ناس معروفين بالطول والعرض، وناس معروفين بالقزم، كما ناس تاع أندونيسيا تشوفهم صغيرين، ناس تاع الشينوا تشوفهم صغيرين، ناس تاع المغول تشوفهم ناس مثل السواري، فهمنا كيف؟ لذلك الله تبارك وتعالى له في خلقه شؤون. هذا الصحابة الثلاثة اللي هما صهيب الرومي، واللي هو بلال الحبشي، واللي هو سلمان الفارسي، جالسين مع بعض يقصروا، فهمنا؟ اسمعوا مليح. لما جالسين يقصروا في ثلاثه يتحدثوا، مر ابو سفيان وهما اقدم من ابو سفيان بن حرب في الاسلام، ابو سفيان متاخر في الاسلام، لما خزروا فيه
هو صحابي نفسه مسلم جا مسلم مرحبا به صباح صحابي، ولكن هما ينكتوا يقصروا كما انتم تقصروا، كل واحد يقصر. خزروا فيه قالوا عدو الله سلك دخل في الاسلام ولا كنا قتلناه بالسيوف تاعنا فهمنا يا، ولكن جاء الاسلام خلاص، ولكن لو كان ما سلمش قال عدو والله والله رانا قتلناه ولكن هو سلك. ابو بكر سمعهم قال لهم تقولون هذا لشيخ قريش؟ قالوا له تقول هذا الشيء، تقولوا هذا الشيء شيخ قريش؟ ما مش عارفين ابو سفيان باللي عنده قيمه كبيره في قريش، وشيخ قريش تقول عليه كلام هذا؟ تقول باللي عدو الله لم تنل سيوف الله من عدو الله ما نالها. سكتوا. راح ابو بكر الصديق رضي الله تعالى باش تسمعوا يا اخوان الكرام باللي القضيه مش قضيه اوروبا، قضيه اسلام. فهمنا كيف؟ قضيه اسلام. نحوا من قضيه الزريعه هذه، نحوها، قولوا زريعتنا الاسلام الصبغه الحقيقيه. فهمنا كيف؟ نحن كما هذه الساريه الان ما نقدرش نحافظوا، قولوا السيمان خلاص صبغت وتسكمت ودرنا الفايانس خلاص راهي منوره هايله. وعلاش نبدا نخبجوا ونقولوا نشوفوا البيطون تاعها كيفاش داير؟ خلاص صبغناها خلاص، درنا لها الفايانس وسقمناها خلاص. هكذاك انت يا كي دخلت في الاسلام وصبغت صبغه اسلاميه لازم تحوس على زريعتك، تفتخر بزريعتك ولا تفتخر بزريعتي باع الاسلام. فهمنا كيف؟ وبعدين زريعتك وزريعتي ما عندك علامه تفتخر وانا ما عنديش علامه تفتخر. اذا تقول انت شجاع القبائل شجعاني، اذا قلت انت كريم القبائل الثاني كرمان، اذا قلت انت كذا كل شيء، بدليل ان روما جلست كم قرن من القرون وهي تحارب في البربر هنا في شمال افريقيا، والله ما طوعتهم. واللي يبغى يقرا يقرا تاريخ ابن خلدون، العرب القبائل جزاهم الله خير ذوي مروءه وذوي شجاعه لم يعلم بها الا الذي يقرا التاريخ. روما ما استطاعش تطوعهم. فهمنا كيف؟ ونزيد نقول لكم حاجة، أنا قرأ لكم التاريخ ولا أجامل أحدا. الإسلام شكون كملوا في إفريقيا؟ هذه نقولها لكم جديدة باش نفهمكم، كي قلت لكم أنا باللي أصدر عن علم حقيقي باش تدوه وتكونوا هانيين. عقبة بن نافع الفهري رضي الله عنه ورحمه الله تعالى لما جاب الجزيرة وجاب معه الجيش الإسلامي، شحال هذا الجيش اللي جابه يمشي به منها حتى طنجة وما يخلص؟ يا اخواني الكرام، عقبه بن نافع الفهري لما جاء الجيش تاعو تكمل، شكون اللي كمل الفتح الاسلامي؟ كملوه البربر جزاهم الله. لما دخلوا معاه في الاسلام راحوا جاهدوا معاه، لما قالوا له واش قالوا له؟ قالوا له هذا هو الوقت اللي نخلفوا الثار في روما، كل يوم كانت تضربنا وتدينا البهايم تاعنا وتدينا رزقنا، كانت روما لما تجي تصدم على البربر ما تلقى منهم والو، تلقى السيف والقوه تدي لهم غنمهم تدي لهم بهايمهم تدي لهم واش يسموه الزرعه تاعهم وتروح تركبها في البابر وتديها للرومان. قالوا له درك كي دخلنا معاك للاسلام، قالوا له هذه الفرصه اللي نأدبوا بها الرومان تأديب لم يعرفوه التاريخ. وراحوا معاه. اللي كملوا الفتح شكونه؟ البربر هما اللي كملوا الفتح. القبائل لما دخلوا في الاسلام مع عقبه بن نافع الفهري هما اللي كملوا الفتح، تكون جيش اسلامي عظيم وبه فتحوا الاندلس. اللي فتح الاندلس شكونه؟ روحوا قراوا اي تاريخ، طارق بن زياد مولى بربري. قبائل اللي بيفتح الاندلس افتخروا ايها القبائل المسلمون، القبائل المسلمين يفتخروا لأن طارق بن زياد هو اللي فتح الأندلس وكان مولى البربري. فمن كيف؟ كان عبيد يتباعوا ويتشروا لما جسدنا عقبه بن نافع الفهري جزاه الله خير، وبعدين كمل الفتح سلم الراجل وبعدين ولا حر ودا الجيش الإسلامي معمر بربر ومعمر عرب ينادون الله أكبر ودخلوا للأندلس وفتحوها. لذلك سيدنا عقبه بن نافع الفهري لما جاب ما جابش جيوش مجية شوبة واخر مليانة انت على الغاشي ما يخلاصوش، خلاصوا له غاشيه لأن هذا جاء من مصر هو يطوع في الدنيا. فهمنا كيف؟ لما خلصوا الغاشي الناس الذين دخلوا في الإسلام وهم سكان شمال إفريقيا وهم البربر قديما دخلوا في الإسلام قالوا له خلاص احنا لما دخلنا في الإسلام والإسلام شفناه دين مليح ما يظلم ما يحتقر ما يفرق بين عرق ولا ذريعة ولا ذريعة، كلنا عباد الله، كلنا أتقياء لله، كلنا نتجه قبلة واحدة، والأمير يأكل معهم والأمير يصلي بهم. قالوا هذا هو الإسلام، ماشي كما الرومان عنده عرش كبير يجلس فيه وإحنا نروح نقبلوا له على رجليه ونحطوا له الدرهم عند رجليه. قالوا الإسلام هذا هو الدين الحقيقي. لما دخلوا في الإسلام كملوا الفتوحات الإسلامية، الفتوحات الإسلامية يا إخواني الكرام كملت بالبربر،
لان الجيش الاسلامي قد انقرض في افريقيا، اخلاص في افريقيا تكمل. فمن كيف اذا نرجع لهؤلاء الصحابة الثلاثة لما سيدنا ابو بكر قال لهم ما تقولوش هذا الشيء للشيخ قريش اللي هو ابو سفيان، وراح للرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله سمعت صهيب الرومي وسمعت بلال الحبشي وسمعت سلمان الفارسي راهم يقولوا على ابو سفيان هكذا وهكذا، وانا قلت لهم هكذا وهكذا. قالوا يا ابا بكر اسمعوا بس تشوفوا بلي ما عندناش قضيه العروبه، عندنا الاسلام، اللي جاء الاسلام وامن بربي مليح وخدم مليح هذاك هو المسلم الحقيقي، ما يحوصوش على ذريته. فهمنا؟ قالوا يا ابا بكر انت لما قلت لهم الكلام هذا لعلك اغضبتهم، بالك غضبتهم؟ قالوا اسمعوا. قالوا والله لا ان كنت اغضبتهم فقد اغضبت ربك. قالوا لو كان راك غضبتهم راك غضبت ربك، لان هذا الناس ما هم الساهلين، جاونا من بلاد بعيده وسلموا، بينما انتم انا عشت معاكم وما بغيتوش تسلموا، بينما هذا قطع خلى بلاده وخلى الملك وخلى الدب يترمى بالرجلين وجاء وتعب وباعوه وشراوه واصبح مسلم، بينما انت الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في وسط قريش وابن عمه وخاوته وولاد خوه وكل شيء يعرفون بعضهم ببعض، وبعدين كلهم لهم نسب في بعضهم وما بغاوش يأمنوا به وما بغاوش يأمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، وجاوه الناس من الحبشة أمنوا، جاه من الرومان يأمن، جاه من الفرس يأمن، قالوا بالك راك غضبتهم، والله لو كان تكون غضبتهم راه غضبت ربك. ورجع سيدنا أبو بكر يجري خاف لأن غضب ربي ما هو سهل يا إخواني الكرام، راح يجري لهم ولقاهم جالسين كما كانوا، قال لهم يا إخواني لعلي أغضبتكم، أنا راني بوقي لا غضبتكم. قالوا لا يا أبا بكر سامحك الله لم تغضبنا، الله يسامحك ما غضبتنا ما حتىش، لو كان قالوا صحيح غضبتنا كان ثم يقبل لهم على رسانهم. فهمنا كيف؟ كان يقبل لهم على رسانهم ويقول لهم اسمحوا لي. فهمنا كيف؟ يا إخواني الكرام الأمر هذا كما قلت لكم هذا لا يصدر إلا من إنسان قليل الفهم أو من إنسان مغرض يريد أن يشتت المسلمين ويريد أن يفتح ثغرة في الإسلام لا يعلم مداها ولا يعلم مصيبتها إلى الله تبارك وتعالى. لذلك يا إخواني الكرام نحن لا نفتخر إلا بالإسلام. فهمنا كيف؟ لأن هذه العروبة هذه قلت لكم أنا اللي عنده حديث يمدح فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يمدح فيه العرب يجيبونا، ما كان حتى حديث، ما كان حتى حديث، بالعكس الأحاديث التي جاءت في نقيض ذلك أنها جاءت في عدم الفخر بالعروبة. لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. فمن كيف؟ لذلك انتبهوا يا إخواني الكرام، والرسول صلى الله عليه وسلم كلم على هذه القضية العصبية وقضية العنصرية وقضية كذا، قال إنها منتنة فايحة، قضية الزريعة وقضية الراسة ماشي مليحة ما تنادوش بها، لأن إذا نادينا بها يبقى الإسلام ضايع. أنت تعيط للمواليك وتعيط لزريعتك كل أخر يعيط لزريعته كل واحد يعيط لزريعته، ورانا إحنا تعرف في البلاد هذه وغير البلاد مئات تاع الزريعات كل واحد مبني فلان، وراح الإسلام تكون يعيط على الإسلام ما ناش عارفين، بينما لما نعيط للإسلام الإسلام كل يوم يبقى حي ما يضيعش، وإلا عيط لابن عمنا ولزريعتنا الإسلام كل يوم ضايع. وإحنا باش نفتخروا؟ نفتخروا بناس ماتوا وراهم مردومين وإحنا رانا مولاد فلان ومولاد سيدي فلان. ما ينفعش، ينفع التقوى يا إخواني الكرام. الإسلام هذا أنا ضربت لكم مثال وقلت لكم نضرب لكم مثال وقلت لكم الإسلام هذا ما مثله إلا كمثل هذا البناء. فما كيف؟ عندنا الأرض، الأرض يوقفها واحد من المؤمنين، الإسلام كمثال أرض وبني عليها مسجد، افهموني مليح. الإسلام أنا نضربكم مثال قضية المسلمين جميعا مثالها كمثال مسجد بني على أرض، الأرض هذه وقفها واحد من المؤمنين، الأرض معناتها هو الدين اللي جابه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهمنا كيف؟ هو الأرض صحيحة ثابتة، المسلمين أبناء مسجد كل واحد جاب طوبة حطها، لما طلع المسجد وتبنى ما يجيش واحد يفتخر يقول هذا الطوبة أنا بنيتها، هذه السارية أنا درتها، خلاص كلنا بنينا وكلنا تعاوننا.
لذلك هكذا أقول لكم الإسلام وحدة متكاملة تعاونوا عليها العرب المسلمون وتعاونوا عليها البربر المسلمون كلهم تعاونوا كلهم نوضوا الجامع هذا وبنوه كلهم مشاعر الجامع نقصد هذا يعني نقصد على أن الإسلام كلهم تعاونوا عليه وبنوه فمن كيف بنوه ما يبقاش واحد يزيد ينبش يقول أنا ذي تاعي ولا ذي تاعي ولا حاوزتني ولا حاوزكم فهمت كيف الإنسان بعد الله يجين الإسلام ويبني الإسلام ويقيم الإسلام في نفسه خلاص ما له علاقة بالتاريخ وإنما هذه المعارات زيدت وخرنا الله لو كان تشوفوا مثلا فرنسا واش عندها من العصبيات ومن المعارات وراه يتقرب المسافة وراه يتقرب كذلك الخطى البعض البعض باش تبتعد عن الفرقة هذه ولكن الشتات والشمل والتفرق اللي راه موجود في أوروبا لا يعلمه إلا الله والدين الوحيد اللي بعد يعني استطاع المسلمون كلهم يكونون كبناء واحد وكسطب واحد هو الدين الإسلامي لأنها ما في حتى عصبية ما في حتى عنصرية ما في حتى ان تشكونك وان تشكونك هناك